رحلوا تقريبا من اسبوع 10 ايام. امبارح بالليل حطون داخل حدود النيجر، ووضعهم مأساوي جدا جدا جدا، ما عندهم لا اكل ولا شرب. يعني تواصلوا معنا اخر اتصال قبل تطفى تليفوناتهم من الشحن، عم بيقولوا راح نموت من العطش ولا نقدر ندخل النيجر ولا نقدر ندخل الجزائر. طيب ما عندكم اكل شرب؟ ما ربطني والله. ايش قاعد تبعدون عن الحدود الجزائرية؟ كيلو ونص. انا هو الشوفة المضبوط وانا على الشوفة بعد ساعتين ثلاثة الموت. جماعة السوريين اخوتي في الصحراء تاع النيجر وقالوا لي بالك انت تقدر تفيدنا لانه جماعة راح يموتوا من العطش. والو هما جايين قريب، وهما جايين قريب فيهم الحكومة هذه بتاعتنا احنا مشكلة. يعني حكومة النيجر حتى هي ممنوع يدخلوا. والله اذا بركي يشوفوك انت جاي بركاب والله شيء يقولوا لك مشكلة، يقولوا لك وين. عندنا نساء حوامل لازم ما تطرد، في عندنا اطفال وفي عندنا شيخ عمره 80 سنه، عمره 80 سنه ومقعد وشبه ضرير. غير المقبول انه 21 سوري جلوا الاطفال ونساء وشيوخ ينطردوا في صحراء مالي.